السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين قناة عبد الله البركاني، مرحبا بكم دائما. اليوم خوتي اخواتاتي خرجت ندير بكم هذه الجولة المسائية قرب حي عين السلطان، بالضبط بكورنيش واد زكزل. كما شفتوا هذه الأشغال مستمرة في هذا الكورنيش ديال واد زكزل، كورنيش رياضي، مازال عاد الاشغال مستمره وقريب ان شاء الله غادي يكملوا هذا الكورنيش. ان شاء الله منين غادي يكملوا هذا الكورنيش ديال واد زكزل غادي نعاود ندير لكم فيديو جديد. كما شفتوا الطريق هي عدلوها، ها هي الطريق. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو، ان شاء الله غادي نصور لكم اماكن اخرى في هذا الكورنيش الجديد ديال واد زكزل. وما تنساوش الدعم بالاعجاب والبارطاج في مواقع التواصل الاجتماعي مع احبابكم واصحابكم. نحاول ما امكن باش نبين لكم الصوره واضحه. هاد الليله اللي فاتت تبارك الله ما شاء الله سبط عندنا الشتاء، نطلبوا من الله سبحانه يرحمنا برحمته ويعطينا الشتاء على قد النفع. كما شفتوا هاد الكورنيش رياضي، هنا هاد البلاصه بالضبط فين راني واقف هنا كان كاين داك الجنان وداك المعمل تاع الياجور، اكيد جميع ناس بركان يعرفوه. بقات غير هذيك النخله، هذيك النخله كانت في وسط الجنان، دركي ولات على طرف الكورنيش، ولات على جنب الكورنيش. من هذا الاتجاه بوحجيره، بوحجيره من هذا الاتجاه. راني درت لكم عليها فيديوهات بزاف، تقدروا تدخلوا للقناه وتتفرجوا في الفيديوهات ديال بوحجيره. كما شفتوا هنا في هذه البلاصه مساحه كبيره، راهم يجيبوا التراب
باش يديروا هنايا الجردة، هادي يديروا الغازو، كيجيبوا داك التراب الاحمر ويديروا في هاد المساحة الأرضية هنايا باش يغرسوا الغازو، الورد، الشجر، المساحة الخضراء. ضروري خص هاد البلاصة كاملة تكون مساحة خضراء، يبقاو يجيو يتنزهوا فيها. ويديروا دوك الأماكن ديال الرياضة، فين يديروا الرياضة، فين يديروا دوك الأدوات الرياضية. هم داروا واحد لهيها قريب لدارنا، وغادي يديروا عاوتاني في هاد البلايص هنايا، في هاد البلاصة. هما عاد خدامين في الكورنيش الجديد، من هيها داروا الكرياج. ما بين الطريق والكرياج كان قلت لكم مساحة كبيرة، وغادي ان شاء الله يشجروها، يديروا فيها الشجر والغازو والورد، المهم جردة. ها هو كحي عن السلطان يبان منا. هنا في هاد البلاصة غادي يديروا الآلات الرياضية إن شاء الله. المناظر الخلابة الطبيعية، الجبال، الجنانات ديال واولو تيبانو منا، الجنانات تاع المزاح، وجبال بني زناس كذلك تبان منا، منظر رائع. دائما نحاول ما امكن باش نصور لكم صور رائعة من المناظر الخلابة في مدينة بركان. كورنيش رياضي رائع. هنايا بالضبط كما قلت لكم غادي يديروا دوك الآلات الرياضية، فين يبقاو يترينيو صحاب الرياضة. داروا تقريبا زوج ملهيها من جهة دارنا، قريبة من دارنا، وغادي يديروا كذلك منايا. هاد الكورنيش غادي يوصل تقريبا حتى لقريب تزاغين. خوتي خواتاتي كيما شفتو هذا هو الفيديو ديال اليوم. المره الفايته يعني صورت لكم الكورنيش من تحت الواد، صورت لكم يعني الجنب ديالو، الحجر الكرياش حطيتو في القناه الاولى، قناه احباب عبد الله البركاني. واليوم هذا الفيديو خاص درتو خاص باش نحطو في قناه عبد الله البركاني. Thank you.
الكورنيش ديال واد زكزل. ها الواد، ها واد زكزل. طبيعة الخلابة. واو اللوت. راه طريق واو اللوت، طوبيس راه غادي يوصل المسافرين. كما شفتو ها هو التراب الاحمر، راهم عادي ينقلو التراب الاحمر ويديروه في الجردة باش يكملوا الاشغال ديالهم. الطريق كملت، طريق طوار كمل، كملوه يعني كلشي كملوه، باقي غير الجردة اللي باقيه. البوطويات ديال الإنارة داروهم تاع الليل. خوتي خواتاتي، كما شفتو صورت لكم هذا الفيديو ديال هذا النهار تاع اليوم، صورت لكم المشروع ديال كورنيش واد زكزل فين راه واصل. وسمحوا لي بزاف، راني دائما نصور لكم يعني هاد البلاصه، حيت نبغي يعني كل مره من تغير شي حاجه فيها نبغي نصورها لكم، والاشغال كذلك. كل ما من يزيدوا شي حاجه في الكورنيش نبغي ندير فيديو باش تشوفوا الاشغال فين واصله. كما شفتوا يعني هاد المزاح راه يبس، بقاو غير الفروع ديالو، وان شاء الله مين غادي يديروا هاد البلاصه جرده، هاد البلاصه غادي يديروها جرده، غادي ان شاء الله نصورها لكم النهار اللي غادي يكملوا الاشغال ديال هاد البلاصه، حتى هي غادي نصورها لكم. المهم اي حاجه جديده في مدينه بركان نحاول ما امكن باش نشاركها معاكم. شوفوا الطوبيس ديال واولوت، هو موصل المسافرين. قبيله كان وصل الناس ودرك عاوتاني راه رجع الناس اخرين المدينة. المهم هاد البلاصة مع المدة غادي تغير، كلشي غادي يتبدل فيها، ما غاديش تبقى كما هي. كان هنايا الشجر ديال التشين، كانوا عاد يلاه غرسوه جديد، هو عاد باقي الشجر ديال التشين هو،
وغادي يتحيد ان شاء الله، هاد الجر تاع التشين كامل غادي يتحيد. شوفوا هاد الشجره كذلك حتى هي غادي تحيد، شجره هاد صغيره تبارك الله ما شاء الله، يعني عادي الله بدات تكبر هاد الشجره. ايوا غادي تحيد، هذه هي الدنيا كل شيء تبدل. وهاد الخرشف من العام الفايت الجدره ديالو عاد باقيه وراه نبت مع التساقطات المطريه، نبت هاد الخرشف راه كبر. المهم غادي يتحيد، ما غاديش يبقى كامل، هاد البلاصه غادي تجي جرده ان شاء الله. دخلت لداخل في هذا الجنان، راني نصور لكم قريب غروب الشمس عندنا في مدينة بركان. العام الفايت تبارك الله ما شاء الله هذا الشجر كامل كان خضر، كانت الورقه ديالو خضراء. ايوا ملي بداو الاشغال في هذا الكورنيش، ايوا صوبوا الطريق ومول هذا الجنان، يعني صافي سمح في هذا الجنان ديالو صافي ويبس. لحقاش الشجر من الانسان يسمح فيه صافي يبس. كما قالوا باقية غير الأطلال. شوفوا السما راها مغيمة، راها تغيم السما. البارح كانت تزبط عندنا الشتاء في الليل. غروب الشمس، غروب الشمس. شوفوا الربيع، thank you.
هذا التراب على حساب الجردة، جابوه هنايا على حساب الجردة. المهم خوتي خواتاتي، هذا الفيديو غادي يكون قبل اخر فيديو ان شاء الله. غادي ان شاء الله الفيديو الاخير، غادي حتى يكملوا الاشغال كامله وغادي نعاود ندير لكم فيديو، وربما اذا كانت شي حاجه جديده ولا نصورها لكم ان شاء الله. درك هنايا راني خرجت بالجنان، راني قدام الكرياج ديال الكورنيش اون فاس الطريق واولوت. عين السلطان راه القنطرة ديال ورطاس، ها هي القنطرة ديال واد ورطاس.